النص الخصصي اكتشف مهاراتك. ها قد أتى وقت الإجازة الصيفية لنذهب إلى رحلة التخييم التي أعدتها المدرسة واشتركت بها أنا وأصدقائي، فكم انتظرناها وجهزنا أغراضها وانطلقت بنا الحافلة وأخذنا ننشد الأناشيد الحماسية ونحل الألغاز وغير ذلك من الفقرات المسلية المفيدة. وبعد أن وصلنا إلى المخيم مساء ظل المعلم المصاحب لنا يتسامر معنا ويصف جمال المكان وما أعده من برنامج مليء بالأنشطة في اليوم التالي. في الصباح طلب المعلم أن نجتمع وأخبرنا بأن كل منا سيقضي يومه في ممارسة مهاراته التي يحبها، وأعطانا ورقة بها 10 مهارات وطلب من كل واحد أن يحدد المهارة التي يفضل أن يقضي فيها يومه. أخذت الورقة وقد كنت متأرجح الفكر، فلا أعرف إن كنت أملك أي مهارة من هذه المهارات أم لا، على عكس أصدقائي فكل منهم اختار مهارته المفضلة من أول وهلة. فشعرت بالخجل واخترت أي مهارة. حين بدأت في ممارسة مهارة التشكيل بالطين مع أصدقائي شعرت بالخجل أيضا، فمعظمهم ماهرون أو لديهم المهارة التي تؤهلهم للتميز، إلا أنا فقد شعرت بالملل والإحباط وأخذت أعد الساعات كي ينتهي هذا المخيم وأعود إلى المنزل. بالفعل انتهى المخيم ورجعت إلى المنزل. انتظرني أبي وأمي لأحكي لهم ما حدث بالمخيم، ولكنني رفضت أن أتكلم في بداية الأمر، ثم أخبرتهما بأن كل أصدقائي لديهم مهارات مختلفة إلا أنا. فرد أبي قائلا: إن الله وهبنا جميعا المواهب والقدرات التي تميز كل واحد عن غيره من الناس، فقد يكون الإبداع والموهبة داخل كل إنسان وعلينا أن نكتشفهما لندرك حجم ما لدينا من مهارات. فابحث عن مهارتك وطورها واكتسب مهارات جديدة. بعد أن خرج أبي من الغرفة ظللت أبحث طيلة الليلة عما قاله لي، فوجدت إعلانا عن دورة تدريبية بعنوان اكتشف مهاراتك وطور قدراتك، نظمتها المكتبة العامة، فقدمت مباشرة طلب الالتحاق بها. ومع انتهاء الدورة اكتشفت أنني بالفعل لدي مهارات كثيرة لم أكن أعرفها من قبل، فالكتابة والتمثيل، فأدركت أننا كلنا ماهرون، ولكن علينا فقط أن نكتشف مهاراتنا ونوجهها بالشكل الصحيح حتى نصبح أكثر إبداعا وعطاء. وأنا الآن مستعد لرحلة تخييم جديدة بمهارات عديدة. الكلمة ومعناها: التخييم، الإقامة في المخيم، الحماسية، المحفزة، متأرجح، مهتز، متردد، معظمهم، أكثرهم، الإحباط، الشعور بالفشل والخيبة، القدرات، الطاقة، كم انتظرتها طويلا، الألغاز، الأسئلة الغامضة، وهلة، نظرة، وفجأة، تؤهلهم، تعدهم، أعد، أحسب، الإبداع، الابتكار، يتسامر، يتحدث لجلا، الخجل، الحرج، الملل، الضيق والضجر، وهبنا منحنا وأعطانا، طورها، عدلها، وحسنها. الكلمة مضادها: انطلقت، رجعت، نجتمع، نتفرق، ماهرون، خائبون، وهبنا، منعنا أو حرمنا، المسلية، المملة، متأرجح، ثابت، الملل، التشويق، الإبداع، التقليد، جمال، قبح، الخجل، الجرأة، الإحباط، الحماسة، المفرد وجمعه، المصاحب، المصاحبون، الفكرة، الأفكار، الأمر، الأمور، الليلة، الليالي، الأماكن، الأمكنة أو الأماكن، وهلة، وهلات، حجم، أحجام، عنوان، عناوين، الطين، الأطيان، الغرفة، الغرفات أو الغرف، الشكل، الأشكال، الجمع ومفرده، أغراض، غرض، الفقرات، الفقرة، أصدقاء، صديق، الأناشيد، النشيد، الأنشطة، النشاط، ماهرون، ماهر، الألغاز، اللغز، مهارات، مهارة، الموهبة. من نظم رحلة التخييم؟ ومتى نظمت المدرسة رحلة التخييم؟ وكان موعدها في الأجازة الصيفية. كيف كان المعلم دور في تشويق التلاميذ؟ حدث المعلم التلاميذ عن جمال المكان ومعد له من برنامج مليء بالأنشطة. لماذا رفض بطل القصة أن يتحدث عن رحلته مع أولئك عندما رجع إلى المنزل؟ لأنه كان يشعر بالخجل والإحباط، فهو لم يعرف إذا كان يمتلك مهارة مثل زملائه أم لا. كيف تعرف بطل القصة؟ كيف تعرف بطل القصة على مهارته؟ التحق بدورة تدريبية واكتشف من خلالها أن لديه مهارات مثل الكتابة والتمثيل. بما ننصح زميلك الذي لم يكتشف مهاراته حتى الآن؟ يجرب أنشطة متعددة ويشارك في دورات تدريبية حتى يكتشف مهاراته. كيف تتصرف إذا جربت شيئا جديدا ولم تنجح؟ لا أشعر بالخجل أو الإحباط، بل أكرر المحاولة
وإذا لم يكن هذا الشيء مناسبا لي أجربه غيره. لماذا شعر بطل القصة بأنه مختلف عن أصدقائه في المخيم؟ لأنه لم يعرف مهارته التي تؤهله لأن يكون متميزا في أي نشاط مثل أصدقائه. ما سبب تغيير شعور بطل القصة من الإحباط إلى الحماس لرحلة تخييم جديدة؟ لأنه استطاع أن يكتشف مهارته التي تميزه والتي سيمارسها في رحلات التخييم القادمة. والد البطل ساعده بشكل كبير، فكيف حدث هذا؟ تفهم شعور ابنه ووضح له أنه لا يختلف عن زملائه، كما وجهه إلى الطريق الصحيح ليكتشف مهارته. أعد المحاولة ولا تستسلم. في رأيك كيف طبق صديقنا هذه العبارة في حياته؟ لم يستسلم صديقنا لشعوره بالإحباط، بل التحق بدورة تدريبية ساعدته في اكتشاف مهارته وتطوير قدراته. ماذا يحدث لو لم يكتشف بطل القصة مهارته؟ ستكون نظرته للحياة متشائمة، وسيتردد وسيزداد توتره بسبب شعوره أنه أقل من الآخرين. اقترح إجراءات تساعدك على اكتشاف وتطوير مهارتك، تجربة أنشطة جديدة ومتنوعة من خلال الاشتراك في المعسكرات المدرسية ودورات التدريبية.